أهلا وسهلا فيكم يا جماعة بالحلقة الثالثة من دورة تربية الدجاج اللاحم. في هاي الحلقة راح نتعلم مع بعض استقبال الصوص، كيف نستقبل الصوص، كيف تكون مزرعتنا جاهزة حتى ننزل الصيصان فيها. بعد ما نظفنا المزرعة وعقمناها وصارت ناشفة وحطينا المعدات، منا نمد الفرشة، نجيب الفرشة اللي هي عبارة تكون عن جارة خشب نحطها في أرضية البركس. ارتفاعها لازم يكون في الصيف من 1 إلى 2 سنتيمتر بكفي، في الشتاء من 3 إلى 4 سنتيمتر بكفي. لو تروح تطلع على المراجع الأجنبية راح تلاقي بيحكي لك 10 إلى 15 سنتي، وهذا صحيح، ولكن في البلدان الأوروبية اللي بتكون درجة الحرارة فيها ناقص 15 وناقص 20 درجة سيليسيوس، ولكن عندنا ما في داعي لهذا الرقم. من خبرتي في تربية الدجاج اللاحم هاي الأرقام اللي ذكرتها 2 سنتيمتر في الصيف، 4 سنتيمتر في الشتاء كافية 100%. بعد ما حطينا الفرشة بنجيب المشارب بنعبيها مي، بنحطها في أرضية البركس، بنجيب المعالف بنعبيها علف بنحطها في أرضية البركس. طبعا المعالف عندنا نوعين والمشارب نوعين، في عندنا مشارب طبعا هي أنواع كثير، ولكن أنا بحكي هون كأنواع عمرية. في مشارب مخصصة للصيصان ومعالف مخصصة للصيصان، غير المعالف المتعارف عليها اللي مخصصة للدجاج الكبير. عشان هيك بنجيب احنا المشارب الصغيرة والمعالف الصغيرة بنحطها في أرضية البركس، ونحط كمان المعالف الكبيرة برضه نحط فيها شوية علف عشان الصوص مع الوقت يتعود عليها ويحفظ أماكنها. ضروري نكون عاملين هاي الخطوة قبل ما ينزل الصوص، برضه بنشغل الدفايات حتى يجي الصوص يلاقي البركس عندنا دافي، الأرضية تكون دافية. عادة بنشغل الدفايات قبل وصول الصوص ب6 إلى 8 ساعات صيفا. طبعا احيانا بكون الجو كثير نار بالصيف فما بكون يعني اقلل الوقت، ولكن كافرج وانت بدك تقيم هذا الموضوع مكان مزرعتك انت ادرى فيه بالصيف هذا الحكي، ولكن بالشتاء بدنا نشغل قبل بيوم. ضروري الحيطان والارضيه تكون درجه حرارتها مناسبه للصيصان. طب قديش هي درجه الحراره المناسبه للصيصان؟ انا بحكي لكم الصوص لازم نستقبله على درجة حرارة 33 درجة مئوية، درجة حرارة الغرفة. لازم يكون في عندك موازين حرارة موزعة في البركس تحطها على ارتفاع الصوص، يعني حرارة في الجو ميزان بدك تجيبه بدك تقيس على ارتفاع الصوص، مش تحطه في سقف البركس، هيك غلط، لأنه دائما الحرارة في أعلى البركس أعلى بكثير من أدنى البركس أو في أسفل البركس. عشان هيك هي نقطة مهم كثير ننتبه لها. برضو إذا بدنا نستخدم فيتامينات للصيصان، نستخدمهم تحضينة علاجات، نكون برضو حليناها. طبعا المي لما نيجي نستقبل الصوص نكون بنحلها فقط قبل بساعة، مش نيجي نحطها قبل بيوم، لأنه إذا نحط فيها هاي العلاجات الصيصان راح تيجي تشرب المي، ولكن العلاجات أغلبها بتفسد بالمي بعد 24 ساعة، وتصفي كأنها قاعدة تشرب مي عادية ما فيش فيها أي علاجات. وأنا بنصح دائما اول 24 ساعة ما تحط اي نوع من العلاجات، حط فقط فيتامين اذا بدك. وفي خطأ الناس بتقع فيه بحط سكر، لا تحط سكر، دير بالك ما تستخدمش السكر، سكر له كثير مشاكل مش موعدها هسا احكي لكم عنها كثير مشاكلها، ولكن لا تحطوا سكر نهائيا. تمام يا جماعة؟ بعدين بصل عند الصوص بكون عبارة عن أقفاص بنزلها في أرض البركس، ولكن ما بنزل الصوص من الأقفاص هاي، بنزل الأقفاص كاملة بعدين بنزل الصوص، لأن الصوص أول ما ينزل بكون أعمى ما بشوف، بشتغل على الحركة. فأنت تتحرك إذا بتنزل الصيصان من الأقفاص هاي أول بأول مش مرة واحدة، الصيصان راح تلحقك فراح تدعس عليها وانت مش داري عن حالك، هاي راح تكون اول شيء حرام، ثاني اشي خسارة اقتصادية عليك ما لهاش داعي. فبننزل الاقفاص مرة واحدة، بعدين بيجوا كل عمال المزرعة نقلب هاي الاقفاص ونفضيها بسرعة وبنطلع من البركس، بنترك الصيصان 3-4 ساعات لحالهم، عندهم علفهم عندهم الشرب تبعهم حرارة كويسة كثير، بنتركهم. بعدين بعد الأربع ساعات بنيجي بنطلع عليهم، بكون الصيصان استكشفت المنطقة وحفظت أماكن المعالف والمشارب، ببين معنا وضع الصوص إذا منيح أو لا، شوف حركته نشاطه إلى أمور أخرى إحنا بدنا ننتبه لها ونتابعها داخل المزرعة. طبعا إذا لقيت مشاكل، ومن أغلب المشاكل إن والله الصيصان تلاقيها هتلاقي عدد وفيات عالي، مش دائما ولكن هاي من المشاكل، راح تلاقي مثلا كمان حركة الصيصان مش مليحة، انت بدك تحركها، مرات بكون حركتها ضعيفة بدك تساعدها على الحركة،
اذا شفت اول فتره اول 24 ساعه وفيات عالي كثير، ترن على الشركه اللي جبت منها الصيصان تقول لهم يا عمي تعالوا خذوا صيصانكم، هذول فيهم مشكله انا مش راح ادفع حقهم. تمام يا جماعه، وهيك بنكون وصلنا لنهايه هذا الفيديو. اذا نسيت اشي اسالوني بالتعليقات، ان شاء الله بجاوبكم عليهم وبقصر مع اي حدا فيكم. يعطيكم الف عافيه.